بتوجيه من الحاج أبو مهدي المهندس وبإشراف من المعاون التنفيذي لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج أبو علي الكوفي، وبتنفيذ من مدير الهندسة العسكرية المهندس ذو الفقار عبد الأمير، باشرت المديرية بقسمها الفني بتأهيل وترقيع طريق رقم 1 بيجي موصل، حيث يشكل هذا الطريق أهمية كبرى لإمداد القطاعات العسكرية وسير العجلات المدنية والمارة بعد أن تم تخريبه وتدميره كليا من قبل داعش الإرهابي. باشرت مديرية الهندسة العسكرية القسم الفني بتأهيل وترقيع الطريق رقم 1 طريق بيجي موصل، طريق رئيسي لإمداد قطاعاتنا، ومو فقط قطاعاتنا، كل المواطنين والمارة في هذا الطريق. طبعا طريق يعتبر مهم. اليوم داعش بعد أن سلبنا أماننا وحياتنا قام بتدمير بنى تحتية، لأن الطرق تعتبر بنى تحتية، تقوم الهندسة العسكرية التابعة لهيئة الحشد الشعبي وبتوجيه من المهندس الحشد الحاج أبو مهدي المهندس والإشراف الميداني من قبل الحاج أبو علي الكوفي المعاون التنفيذي، تقوم كوادر الهندسة العسكرية والقسم الفني بالذات وقسم المعدات وباقي الأقسام كما تعلمون نجلب مادة السبويس، حفر مكان المرقع، ونأتي بمادة ستابلايزر بايندر، طبق الرابطة بين السبويس والاسفلت. الاسفلت يأتي من معامل أحد معامل التكريت، مسافة بعيدة، ولكن ما علينا إلا نقوم بتأهيل هذه الطرق لأنها طرق مهمة خصوصا لإمداد قطاعاتنا العسكرية. باشرت كوادر الهندسة العسكرية بتصليح التضررات بتصليح الطرق المتضررة من جراء تدمير داعش. حاليا جاي نصلح الطرق اللي تربط مدينة القيارة بالبنزيخانة بعين الجحش. هذه الطرق تعرضت إلى تدمير من قبل داعش بالبوكلينات، انحفرت تقريبا متر بعرض متر، وباشرت كوادرنا قبل أيام، يعني صار تقريبا أسبوع نشتغل عليها بتصليح الطرق لتسهيل حركة مرور السيارات، لأن مثل ما تعرف يعني هاي طريق قطعات وتمر منها إسعافات، فإن شاء الله بالأيام القادمة راح يكمل تصليحها وإن شاء الله راح تمر عليها القطعات. إلى ذلك قال مسؤول محور القطع الغربي التابع لمديرية الهندسة العسكرية المقاتل ناظم طعمة أن تأهيل الطريق وترقيعه قد وزع وبأمر من مدير الهندسة العسكرية إلى 3 مراحل مع العمل ليلا ونهار لإنجاز الطريق بأفضل شكل وأسرع وقت. بالنسبة للطريق، الطريق هو افتتاحه من تل سروانة وحتى تقاطع القيارة، خلينا به 3 مراحل عمل. المرحلة الأولى بدأت من تل سروانة، والمرحلة الثانية بدأت من اللاين اللي هو منتصف الطريق، والمرحلة الثالثة بدأت من تقاطع القيارة. العمل كان بأمر الأستاذ المهندس مدير الهندسة العسكرية ذو الفقار العسلي، الأمر كان شفتين عمل، فإحنا داومنا شفت ليلي وشفت نهاري. البارحة وأول البارحة كانت المباشرة الأولى، واليوم انتهاء العمل إن شاء الله من هذا العصر أو باشر إن شاء الله يكون مختوم الشارع وجاهز. بتوجيه من الحاج أبو الكوفي وأبو إشراف من مدير الهندسة العسكرية، تقوم كوادر مديرية الهندسة العسكرية بتأهيل طريق القيار الموصل الممتد لأكثر من 20 كيلومتر بجهود وآليات كوادر الهندسة العسكرية. العمل مستمر ومتواصل لأكثر من 5 أيام. كسونا هذا الطريق، كنا 4 شفتات من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 6 صباحا إلى 2 يوم، وانشأنا هذا الطريق الحمد لله ب3 أيام. كما وأشاد عدد من سائقي الآليات العسكرية والمدنية بالجهد الذي قدمته مديرية الهندسة العسكرية وقسمها الفني في تأهيل الطريق لما له من أهمية كبيرة. العسكرية
على جهودها المبذولة بإكساء الشوارع. وبالنسبة لتبليط القرى اللي كانت تقريبا ماكو أحد يوصلها وماكو طريق إلها نانا، ونشكر جهود الهندسة العسكرية من جديد وعلى جهودهم المبذولة. أول شيء نشكركم على هالجهود ورحم الله والديكم وخلصتونا من هالمحنة كنا بيها، ورحم الله والديكم والله يسهلكم ان شاء الله. قبل تعبان هسه افضل يعني من بين لا تقعد تشوف يعني انت بعينك هاي شوف الشوارع. يعني اكو فرق صار اكو؟ طبعا يعني افضل، وهذا يفيد القطاعات تتحرك فيه افضل وهاي. ونشكركم الهندسه هيئه حجز الشعب. والله طبعا جهودكم مبذوله ما شاء الله، انتم لو ما جهد الهندسه وجهدكم يعني طبعا اكو تغيير وفرق. سابقا محفر كل 100 متر تقريبا، الان تصليحه سريع وجيد، ونشكر الهندسة العسكرية على هالجهود. والله الشارع كان مو زين، صعب ممشى، بس الحمد لله والشكر يعني فرق ساعتين عن ذاك الشارع. والطريق كان متعب جدا، واليوم اجينا حتى نحسب الوقت ماله كان اكثر من ساعتين ثلاثة للطريق العام، اليوم لا سوينا تقريبا ساعة ونص الطريق، لانه طريق حلو ممتاز. اي والحمد لله والشكر، ونشكر جهودكم، ونشكر السواق الابطال اللي دا يضحون ودا يجون ويشتغلون. والله نعمه قاعد يشتغلون الناس ما مقصرين، بس شو يسوي هو الشارع كله صعب. يعني ما حسيت انه اكو فرق يعني؟ لا لا شلون، رحمه من الله، رحمه من الله. اي لا رحمه من الله. المكتب الاعلامي لمديريه الهندسه العسكريه.